بملعب منزل عبد الرحمن وضمن كأس تونس الدورة 16 موج منزل عبد الرحمن الترجي التميمي في أول مواجهة بين الفريقين. مع تذكرة فما تذكرة اشتراك خاصة لمنزل عبد الرحمن. هذا بدون شك الناس تحب تساهم تحب تعاون الجمعية أي وسيلة نقوم نعاونوا بها الجمعية نعاونوا بها هذا مش غريب منزل الرحمن. أجواء منعشة حبينا يعني نوصلوا يعني للدور الثامن. باش نوريو يعني سمعة البلاد. منزل عبد الرحمن كما قلنا عنده تقاليد كبيرة في كرة القدم. وإن شاء الله نلعبوا كرة الكرة ونلعبوا كل ندية وإن شاء الله نتخطاو الدور هذا. الحكم كمال الهمامي أعطى إشارة انطلاق اللقاء اللي دار بدون مراقب رغم أهمية الرهان. خويا هذه حاجة مش من مشمولاتي أنا. هذا أسافواري لازم يكون في القوة فوق راهو. الأسبقية في الهجوم للمحليين ركنية نفذها بلال التومي ورأسية جمال حشاني فوق المرمى ثم إيهاب الصغير يحاول بمجهود فردي وكورته غير مؤثرة. الدقيقة 23 محاولة ثانية للضيوف توزيعة من إيهاب الصغير لبلال بالأخضر. المدافع محمد غزرق يرجع الكرة للحارس والصدام بين الحارس والمهاجم بلال بالأخضر والحكم يعلن عن ضربة جزاء. كريم مغراوي نفذ وأعطى أسبقية الضيوف بهدف لصفر. نصف ساعة لعب سعد العجيمي في بداية العملية تمهيد لجمال حشاني اللي يوزع كرة تلمس أيمن عمارة والحكم يعلن عن ضربة جزاء للمحليين. وأيمن عبد الستار يسجل هدف التعادل لموج منزل عبد الرحمن وانتهاء الشوط الأول على نتيجة هدف من الجهتين. مش كمل على نفس المستوى هذايا نلعب نفس اللعب اللي نلعبوا فيه ميتون لول وان شاء الله نحاول ديما نبيعت كيما باغتنا الميتون لول باش نعاودوا نلعبوا نبيعتوا ان شاء الله ديزا ميتون ان شاء الله. تاخذ لنا كونسيل من عند لونترينور ان شاء الله نلقاو روحنا مليح ديزا ميتون وان شاء الله باش نفرحوا الجمهور اللي جاي يتفرج فينا. في الشوط الثاني توزيعة من أشرف حشاني ورأسية أيمن عبد الستار مرت جانبية. الدقيقة 66 كرة ثابتة نفذها كريم مغراوي أيمن عبد الستار يرجع الكرة وعلى الدين باني في المتابعة أمضى الهدف الثاني للترجي التميمي. جزء دقائق بعد ركنية نفذها أشرف حشاني وصالح المثلوثي عدل للمحليين هدفين من الجهتين. الأحداث تتسارع في أواخر اللقاء مرفوعة من محمد لزرق. الحارس سمير المثلوثي يصطدم مع وائل بن عبدة اللي يتمكن من أخذ الكرة وأعطى أسبقية موج منزل عبد الرحمن بثلاثة أهداف لهدفين. هدف أثار احتجاج لاعبي الضيوف. ثم مخافة على الحارس ولا وائل؟ والله شو نقول لك أنا صحيح ضايقته أما هو جارديان نورمالمون بي دي وانا بالراس معناتها المذايقه كانت موجوده حكم بو شهد بارك الله فيك لكن الفوت صدقوني كانت موجوده برشا. الدقيقه 41 هجوم للضيوف ازر الكبير يمهد بذكاء كبير لبلال بالاخضر اللي ورغم محاوله الحارس والمدافع يتمكن من تسجيل الهدف الثالث لترجي التميمي والتعادل في نهايه اللقاء بين الفريقين ثلاثة اهداف من الجانبين. زوز حصص إضافية لم تأتي بالجديد على مستوى النتيجة رغم محاولة أيمن عبد الستار فوق المرمى للمحليين ومخالفة كريم المغراوي للضيوف. هذا ورفع الحكم الورقة الحمراء لوائل بن عبدة بعد حصوله على الإنذار الثاني ثم الاحتكام لضربات الجزاء اللي مكنت الترجي التميمي من المرور إلى الدور الثمن النهائي لكأس تونس بعد فوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف. الترشح هذا ناديه لكافه اهالي منزل تميم ولزميلي رضا باشا اللي تعب على الكيب هذيا ولايتنا بالكل واحنا توجنا وشيخين وان شاء الله ان شاء الله في الجاي. الظروف مش ملائمه بالكل فهمني رغم ذاك اكثر كورنا ربحنا لحشنا به جينا وصلنا. الترشح هذا راهو جاب تعب كبير
بعد برشا برشا تعب من الاولاد تشوفيهم هذوما. شكر كبير للرئيسه معايا بكل صراحه، معناتها تعدينا برشا مشاكل، برشا تعب، برشا تحذيرات من ولاه. هزيمة موج منزل عبد الرحمن قابلوا تصرف غير رياضي من جمهوره في آخر لقاء.